مساء الخير. مادة العاصفة الثلجية القاسية بساط الأبيض للساحل وبلغت ذروتها أمس مع ملامسة الثلوج الساحل اللبناني للمرة الأولى من سنوات طويلة، وغمرت المرتفعات وعزلت عدد كبير من المناطق الجبلية والسيول، قطعت الطرقات الساحلية، ورح يشهد الطقس انفراجات بدءا من اليوم على أنه تنحسر العاصفة بشكل كامل نهار السبت. أما الطقس لبكرة بلبنان فغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما منحذر من تكون الجليد على الطرقات خلال ساعات الصباح الأولى. أما معدل تساقط الأمطار ببيروت المطار فصار متساقط لهالسنة 645، السنة الماضية 304، والمعدل عام 362. وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنروح سوا إلى شمال لبنان وتحديدا إلى عكار، حيث عم بتسجل بعكار درجات طرابلس 11، جبال 11، برمانة 10، بيروت 11، بيت الدين 4، صور 11، بنت جبال 5، نبطية 6، رشية 6، زحلة 4، برمانة مثل ما قلنا 10، الأرز 3 تحت الصفر، والهرمل 7. والرطوبة عم تتراوح بين 55 وال 85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 15 وال 35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية إلى شمالية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة 4 أدناها رح يسجل نهار جمعة بتتراوح بين 5 و 13 درجة، ونهار السبت بين 7 وال 14 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 8، دمشق 7، القدس 6، صنعاء 17، نواكشوط 23، الرباط 12، الجزائر 11، ومننهي مشوارنا بباريس 5 وبرلين درجتين. وهيدا كان كل شيء. باي.